بسم الله وعلى بركة الله. السلام عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ الصحة مزيان، كلشي بخير، كيدوز سعيدكم اليوم ان شاء الله. غادي نتبع معكم ان شاء الله، تبعوا معنا ان شاء الله الوصفة ديال كتف مزيان بالتمر والزبيب واللوز. ان شاء الله من بعد نبين لكم المقادير ديال الزين. دابا غادي نعطيكم غير المقادير ان شاء الله، باش غادي نطيبوا، غادي نشرملوا هذا الكتف ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. غنحتاجو السكينجبير، ها هو، نحتاجو شوية ديال الخرقوم، شويه ديال العطريه ديال اللحم، شويه ديال الابزار، وشويه ديال القرفه، قرفاوي، وغنحتاج كذلك شويه ديال الثومه، ها هي شويه ديال الثومه مدقوقه، شويه ديال القعقله، شويه ديال الزبده، وشويه ديال المعدنوس، المعدنوس من السما معروف. وغنحتاج كذلك شويه ديال البصله، شويه ديال البصله مشلضه، ها هي كيف ما كتشوفوا معنا. غنحتاج كذلك الكاس ديال الزيت بلديه، ها هو كاس ديال الزيت بلديه، وغنحتاجو ديال شي حبات ديال الزعفران الحر مخلط مع كاس ديال الماء، ها هو الطاق. الا لاحظتوا ديما الوصفات ديالنا كيكون فيهم الزعفران الحر، لحقاش مهم هو بزاف، حتى الثمن ديالو راه تيكون غالي شي شويه، راكم عارفين نتوما الثمن. وخلاص الجيكو ديالنا او الكتف ديال الحولي، ها هو كما كتشوفوا، ها هو كامل مكمول. من بعد ان شاء الله انا غادي ندوزو للمرحله ان شاء الله ديال التشرميل ديال الكتف والطريقه ديال الطياب. لا دابا غادي تتبعوا معنا ان شاء الله المرحله ديال التشاميل، ولا المرحله ديال الماريناج. غنبداو ان شاء الله نلوحوا ديك العطريه ديالنا اللي بدينا بها بالتقديم. عندنا العطريه ديال اللحم، ها هي، عندنا الخرقوم، عندنا السكينجبير، وعندنا البزار. تقريبا كلهم هاد المقادير، هاد الكميه كاع ديال العطريه كنستعملها. وعندنا ان شاء الله الثومه اللي قلنا مدكوكه، ها هي، وعندنا هذيك القرقله، وعندنا هذه الزبده غتحاول تدوب ضروري مع العطريه. وغادي نزيدو ديك الزعفران الحر اللي قلنا مخلطين مع كاس الماء، ها هو كيف ما كتشوفوا. الا شفتوا القرفه العواد وداك المعدنوس وشي ديال القزبر، خلينا من بعد، هذا كيجي في المرحله التاليه ان شاء الله. نحاولوا نخلطوا هذا الترميله هذه كلها، نخلطوها بيدينا مزيان حتى يلتحموا بيناتهم دوك المقادير مزيان. غادي نخلط مزيان، هذا هو، هذه هي العطريه ان شاء الله اللي غادي نشمروا بها ديك الكتف ديال الحوت ان شاء الله. غادي نشمروا مزيان، غادي يجي داكشي موديل ان شاء الله. دابا تشوفوا ان شاء الله، انا ما كنبارطاجي معكم الا باش تعمل فائده للجميع، وصافي هذا هو اللي كاين. خلطوها مزيان هاد العطريه، التوابل باش يلتحموا بيناتهم مزيان، حتى واحد الرائحة كتفوح منهم، ما شاء الله رائحة ما شاء الله كتفوح منهم، المهم الرائحة كتعرف بأن الطياب غادي يطلع هو هداك ان شاء الله. من بعد ما خلطنا ان شاء الله مزيان دوك المقادير ديالنا اللي وريناهم لكم في التقديم، ها كما كتلاحظوا معايا، ها هي العطريه مخلطه مزيان، ها هما حتى المقادير كلهم التحموا بيناتهم. هما من بعد ان شاء الله غادي نجيبو داك الجيكو ديالنا او الكتف ديال الحولي، ها هو نحاولوا نشرحوه شي شويه باش يدخلوا داك اي واحد شرائح صغيره، بحال كنشرحوا الا عندنا شي حوته كبيره وكنشرحوها باش كتدخل هذوك دوك المقادير باش كيشرب مزيان. نشرحوا شرائح صغيره، ومن بعد ما شرحناه مزيان، ها هو كيف ما كتشوفوا، ها شرحته مزيان، حاولت نفلحو مزيان باش تدخلوا ديك العطريه مزيان من الداخل وعلى برا. ها انتم الى لاحظتوا، ها هو مشرح مزيان العطريه، كندهنها له مزيان.
الباطنية. يلا راحتو ها هو تسمع على حقو طريقو ها هو هانت هانت. من بعد ان شاء الله تسناو معنا الطريقة ديال الطياب ان شاء الله، وغادي نتبعوك مرحلة مرحلة حتى نساليو ان شاء الله الكتف ديالها. راحتو معايا بالنسبة في التقديم في التوابل ديال التوابل ديال التقديم ديال العطرية ديال هاد الكتف ديال الدجاج باش نشملو. ما ذكرت لكمش الملحة، علاش ما ذكرت لكمش الملحة؟ كاين الناس مساكل ما تياكلوش الملحة، سيرتو في رمضان كاين اللي كيتشهوا الحاجة وما تياكلوش الملحة. الملحة هي خلينا هي التالية ان شاء الله غادي ندوزوها له. كيجي واحد المذاق عجيب غير من الفوق مع كتشرب على خاطرها. وملحة يصين ديرها على حسب الذوق. كل واحد كاين اللي كيبغي الملحة بزاف، كاين اللي كيبغي شويه، خليها هي التالية. انا بالعاني تعمدت اني نخليها هي التالية باش ما نحرموش دوك الناس مساكين ما كياكلوش ملح بزاف ولا هذا. هيا نخليها هي بحال دابا. انا غنزيدو شي شويه، عندي مثلا ماء الدار كياكلوا الحمد لله كلشي كياكل الملحه، انا غنزيد لهم من الفوق شي شويه. هيا نحاول نزيدها لهم من الفوق شي شويه حتى كندير دوك العطور. انا بالعاني تعمدت نخلي الملحه هي التالية نظرا لبعض الناس مساكين ما كياكلوش الملح بزاف اولا كيبغيو يتفاداوها كيتشهاو الحاجه مثلا تشهي الحاجه واللي محيت تكون فيها الملحه. انا بالعاني تعمدت اني ما نعطيكمش في التقديم، خليتها هي التاليه. ها هي التاليه. انا بالنسبه ليا نقدر نزيدها هي زدتها من الفوق حتى تجي واحد الشرميله هائله هائله. هذيك المليحه كتجي من الفوق مع لاصقه على هذيك العطريه اللي درنا قبل منها. يجي واحد المذاق عجيب، غير واحد معلقه كبيره، غير معلقه كبيره ديال الملحه، ونحاولوا ندوزوها له غير من الفوق غير من الفوق. نحاول نركزوا على جميع الجوانب كيف ما قلنا باش الملحه كتوصل لجميع الجوانب. وتقدري تخليه بلا ملحه كما قلنا على حسب مساكن دوك الناس اللي ما تيبغوش ياكلوا الملحه بزاف، كيتشهوا الحاجه ولا هذا، بزاف ديال الحوايج ما تياكلوش ولا هذا. المهم مينيموم الانسان لازم عليه 5 السوايع، ما بين 4 السوايع 5 السوايع. اما لا خليتيه نص نهار مثلا هو ولا الليله كلها وهي هو رقد، راه من الاحسن. هذا هو اللي كاين اللي مزوب مثلا، اللي مزوب المهم يفوت 4 ولا 5 ديال السوايع. وبالنسبه اللي ما عنده غرض مثلا جاي يضيف على غدا ان شاء الله ولا هذا، يخلي على خاطره مثلا 12 ساعه كاع 11 ساعه ما كاينش مشكل، ولا الليله كلها ومن بعد ان شاء الله ويطيبها ان شاء الله. بقات لنا المرحله ديال الطياب ان شاء الله، نخليه يقعد على خاطر ان شاء الله ويدوز هذه المده اللي قلنا لكم، ومن بعد ان شاء الله غنطيبوه ونوريكم الطريقه ديال الطياب عاوتاني كي داير ان شاء الله. ايوا على بركه الله. من بعد ما قلنا لكم داك الجيبو ديالنا اولا ديال الحوله خصو يبقى على الاقل واحد 5 السوايع ولا 6 السوايع ولا حتى 4 السوايع ولا حتى الليله كلها كاع اللي ما مزوبش عليه. احنا خلينا هذيك المده اللي قلنا لكم عليها، هو كيف ما كتشوفوا ها هي الشرموله ديالو دخلت فيه مزيان مخيب. ها هو في الطنجره ديالنا، غنزيد له واحد كاس ديال الماء. ها هو غير كويس واحد. ها هو غادي نزيد له كاس ديال الزيت بلديه. ها هي كيف ما كتشوف الزيت بلديه تاهي ضروريه كتنس مزيان. ها هي غنزيدو ديك البصله اللي قلنا مشلضه. ها هي ديجا البصله كنا شلضناها. ها هي البصيله غير كتنسم وصافي، ماشي ضروره، ماشي عندها شي اهميه. المهم كتخلي لك النسيمه زوينه وصافي بحال الثوم صافي. هذا هو اللي كاين. وغنزيدو من بعد دوك ديك القرفه عويدات اللي كنا ورينا لكم في التقديم. ها هي كتلوحو حتى القرفه من المنسمه حتى هي كتنسم صافي. ومن بعد ان شاء الله غادي نحركو ان شاء الله. من بعد غادي نحركو هادشي مزيان وغادي نديروه فوق البوطه ان شاء الله يتشحن. بقاو معنا ان شاء الله راح نديرو فوق البوطه وتشوفوا تشحن كي غادي تشحن ان شاء الله. من بعد ما درنا الكتف ديالنا يتشحن فوق البوطه هما كي كتشوفوا معنا هو راه كيتشحن، هو راه كيتشحن مع ديك التوابل ديالو اللي درنا. غنحاولوا نقلبوه غتلقاو فيه بعض الصعوبات في القليب، ولكن غير حاولوا معاه شي باش تحاولوا بداو راه تشحن على التحت. نخليوه دابا يتشحر على الوجه ديالو مزيان. ها هو واحد الرائحة تفوح منو ما شاء الله، كون كنتو معايا غادي تشموها ما شاء الله. الريحة هي هاديك نتاع الحقة وطريقة. دوك التوابل كلهم دارو خدمتهم كيما تيكون. نخليوه يتشحر على الجهة الأخرى مزيان، ومن بعد إن شاء الله نمرقو نزيدو له مريقة شوية باش نزيدو مياه باش المريقة تجي فيه مزيانة ويشرب على حقة وطريقة. يلاه خليكم معنا إن شاء الله نشوفو عاوتاني كيفاش. خلينا يتشحر على الجهة الأخرى كيف قلنا لكم قبيلات. غادي نحاول نمرقوه شي شويه، هو عندنا الماء في الغلايه عندنا
مويها دافيه هاهو، غير القياس ديال الماء، غير القياس فين يطيب على خاطرو ويتشحى وصافي. ولكن بارك هذا هو الخياط، كنمشي طوب بابا كداك وصافي. هذا كوشي شويه باش ما هو ما غاديش يلصق، ما غاديش يلصق حقاش اصلا ما هذا كوشي شويه كيف ما كتشوفوا كدا صافي. ونخليوه يكمل الطياب ديالو على حقه طيخ غير على نار مهيله، الانسان ما مزوبش غير على نار مهيله غير بشويه صافي. ها انتما كما كتشوفوا معنا، كيفما كتشوفوا معنا نزيدوا داك المعدنوس اللي قلنا لكم عليه قبيلات، ها هو غير تزين وصافي. ها هو كيطلع واحد النسيمه تاهو زوينه، ها هو المعدنوس ديالو ان شاء الله غادي يطيب معاه ان شاء الله. واحد واحد الحفينه ديال المعدنوس، شي حاجه شاديه المعدنوس كنحزمهم ونديروهم صافي، نخليوه يكمل الطياب ديالو صافي. بركه الله كيفما قلنا لكم قبيلات، من بعد ما خلينا على نار مهيله ها هو كما كتشوفوا ها هو طاب على حقه طير. ها هو نهزو غير بالمهل ما يتهبسلاش، ها هو طيب على حقه طريقو. والمناقه كيف ما كتشوفوا راه مازال شي مطلوقه، وين من بعد غنهزو ان شاء الله الجيكو هذا، هاد الكتف ديال الحولي غادي نهزوه نهزوه ونخليوه المناقه تعقد على خاطرها. هذا هو اللي كنتبع معنا ان شاء الله المرحله الثانيه ان شاء الله. هذاك الجيكو ديالنا ها هو الجيكو ديالنا، هزيناه من الطنجره وخلينا هذيك المناقه تزيد تعقد شي شويه. غادي ندهنوا له شي شويه ديال السمن الحوض، ها هو كيف ما كتشوفوا معنا غير معلقات من الفوق، شي شويه ديال السمن الحوض غير بحال هكدايا. حاولوا ندهنوا له داك السمن الحوض غير بالمهل، بقاش مازال كاينه واحد المرحله غادي نديوها للفلان يتحمر شي شويه، وداك السمن الحوض اوتوماتيكمون غادي يذوب عليه وغادي يعطي واحد المذاق عجيب. ها انتما كيما كتشوفوا معنا غير شي شويه ماشي بزاف. تبعوا معنا المرحله ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله نوريكم الدريساج والطريقه ديال التزيين، عاد نوريكم المقادير ديال التزيين الا من بعد ما قبيله داك الجيكو ديالنا او الكتف ديال الحولي دهنا له شي شويه ديال السمن، شي شويه ديال السمن الحوض حطيناه في الفران واحد شويه غير واحد شويه واحد نص ساعه ولا ثلاثه ديال يتحمر شي شويه. ها النتيجه هي كتشوفوها، ها هو دابا الكتف ديالنا ها هو واجد، حنا غنقدموه ان شاء الله في البلا. ها هو كما كتشوفوا معنا الكتف ديالنا ها هو واجد خلاص التزيين. غادي نزينوه حنا ديجا وجدنا هاد واحد التميرات معمرين باللوز وشويه ديال الكاوكاو مهمش، دهنا فيه شويه ديال العسل وجات النتيجه هكذا، جات النتيجه هكذا كيف ما كتشوفوا. كنديروا لهم واحد كيدون صافي باش حتى لانفيتي ولا الضياف ولا 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 مهندا تيجيو مسافل الزنا كيف ما كتشوفوا. هذا غادي نزينو به، وعندنا هاد البيطات هادو حتى هما عمرناهم شي شويه ديال الكاوكاو مهمش شويه ديال الزبيب وجمعناهم شي شويه ديال العسل الداخل وعطاونا هاد النتيجه هادو كيف ما كتشوفوا. هاد البيطات هادو ها هما كي كيجيو واحد الكادون، خشينا فيهم واحد الكادون لان فيهم واحد الحبيبات ديال الزبيب، ديجا حتى هما معسلين فيهم شويه ديال العسل وفيهم شويه ديال الكاوكاو مهمش كيف ما كتشوفوا معنا. يلا تبعوا معنا ان شاء الله الطريقه. وخلاص المريقه اللي قلنا لكم عليها قبيله هي المريقه ديالنا، ها المريقه هي عاقده على حقها وطريقها، ها هما كما كتشوفوا ها هي خاتمه، ها هي عقدت على حقها وطريقها المريقه النسيه هذيك هي ان شاء الله باش غادي ندريسيو هاد باش غادي نقدو هاد الطبق ان شاء الله ديالنا مع هاد التزيين هادي اللي ولينا لكم دابا. وخلاص لكم اختيار نتوما باش تزينوا، حنا المهم اقترحنا عليكم هاد الاقتراح هذا شي حاجه مزيانه وانتم عرفتي اللي متوفر عندكم الحمد لله ديروه ماشي مشكل. بسم الله غادي نبداو المرحله ديال قلنا المريقه بجناب، هادو كنحاولو نحطوهم غير بجناب كيفما كتشوفو معانا غير هكدايا، هاهوما تيتحطو غير بجناب. تنحاولو نخليو هاد لي كيضنو هنا نخليهم الفوق باش كيجيو ساهلين في الهزان غير هكدايا. لي كنا ديجا عمرناهم بالزبيب وشويه ديال الكاوكاو مهمش وجمعناهم شي شويه ديال العسل. خلاص بالنسبة للبيض نقدرو نديرو شي جوج الفوق بحال هكدايا ولا ثلاثة، ومن بعد الاخرين نديرهم بالجناب وانتم كيف ما كتشوف. هانتوما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا، هانتوما الطريقة النهائية ديال الدريساج، هذا الشيء هائل الطبق تيبان كلشي فيه زهور كلشي هو هذاك ما خاصو حتى شي حاجة.
كيف ما كتشوفوا معايا كيبان لكم مزيان، ولا نزيد ننزل لكم الفقاعه نتوما. ايوا هذا هو اللي كاين بالصحه والراحه. المهم اللي غادي نقدر نقول لكم هو انكم ما غاديش تضيعوا وقتكم معنا، لا تشاركوا معنا في القناه كاين الحمد لله ما يتشاف، شاركوا معنا بكثافه الحمد لله، والقادم افضل كما تنقولوا، وهذه غير البدايه ومازال مازال والحمد لله، ومازالين كنزيدوا نشاهدوا ان شاء الله. هذا الشيء كله راه كنشاهدوا من اجلكم نتوما، احنا الحمد لله كيف ما تيقولوا اللي عنده شي علم راه ما خصوش يخلي عنده العلم، الى تقاسم بين الجميع راه كيكون الاجر مضاعف الحمد لله، وكيكون الاجر مشترك، الاجر عندنا وعندكم الحمد لله. تابعونا ان شاء الله وما يكون الخير ان شاء الله، وكيف ما قلنا لكم هذه راه غير البدايه ومازال مازال ان شاء الله، وبالصحه والراحه تفضلوا. هذا هو الطبق الله يكون بالصحه والراحه تبارك الله.